مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي بوابة الوفد الإلكترونية، زي ما أنتم شايفين وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي الآن ونحن مشاهدينا الكرام نتابع هذا الحدث داخل مسجد آل جبر. طبعا في يعني شرح تفصيلي لما دار خلال عملية إنشاء هذا المسجد، والآن طبعا أعلنت أن كانت الأزمة هناك عدم توفير مأذنة، ولكن بتدخلها مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة استطاعت أن توفر مأذنة إلى مسجد آل جبر بالقصصين. شاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، من داخل مسجد آل جبر بمدينة القصصين، الصرح الإسلامي الكبير الذي دعمت كل الجهد فيه وكيلة مجلس الشيوخ في أن توفر له الدعم الكامل من وزير الأوقاف. هنا معكم على الهواء مباشرة بوابة الوفد محمد جمعة من مدينة القصصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.